لمناقشة مستفيضة حول هذا الملف ينضم إلينا من البصرة الناطق باسم نقابة البحريين العراقيين علي سلمان العقابي. سيد علي، بداية الحمد لله على السلامة. سيد علي، البحارة قالوا إنهم حبسوا أنفاسهم خشية انفجار سفينة النفط لما لها من أضرار مادية بيئية، إضافة إلى إضرار بسمعة موانئ العراق. أنت كيف تصف ما جرى؟ نعم، حياك الله أخي وحيا الله مشاهديك الكرام. حقيقة في البدء أوجه تحية إجلال وإكبار واحترام إلى الكوادر الفنية الهندسية والفريق التقني الذي حضر إلى مسرح العملية، وأحيي جميع الأبطال من البحريين المتواجدين في المنطقة على صمودهم وعلى تفانيهم من أجل خدمة بلدهم وخدمة موانئنا وبحريتنا الكبيرة. حقيقة عشنا في قلق وتوتر كبير من مساء أمس وإلى أول أمس وأمس واليوم، كان توتر كبير جدا وخوف وقلق على زملائنا من الأدلاء البحريين المتواجدين في المنطقة وحتى البحريين العاملين على القطع البحرية العاملة هناك، فكان قلق شديد عليهم من هذه القضية التي حسمت والحمد لله بفضل المهنية الكبيرة للفريق التقني الذي حضر إلى موقع الباخرة واستطاعوا اليوم ظهرا من إعلان رفع اللغم عن الناقلة، والحمد لله تمت العملية بنجاح بعد إخلاء الطاقم من السفينة للمحافظة عليهم وعلى جميع السفن والطواقم المتواجدة في المنطقة. سيد علي، تحدثنا مع بعض النفطية والملاحية أعربت عن استياء كبير، وصفت أن المياه الإيرانية والكويتية أكثر تنظيم. هنا يقصدون أن مياه العراق بلا فنارات، بلا علامات دالة. أنت كيف ترى هذا الاستياء؟ نعم، حقيقة هذا الكلام غير دقيق. نحن نشيد بجهود الشركة العامة لموانئ العراق في هذا المجال في تنظيم الملاحة داخل مياهنا الإقليمية، لكن الحقيقة نحن بحاجة إلى بحرية أكثر صلاحيات. كون المنطقة مشحونة من قبل القوات المتواجدة العسكرية فيها لأطراف، منها قوات أمريكية ومنها قوات إيرانية، وبالتالي هذا الجذب والشد والشحن بالمنطقة مؤكد راح يأثر على عملنا وعلى مياهنا الإقليمية العراقية. ليش؟ إحنا صايرين حقيقة دول متشاطئة. حوض الخليج العربي، تعرف جهة الخليج العربي هي أكثر من دولة، وجهة إيران إلى مضيق هرمز أيضا يعني تتشاطئ معنا في هذا البحر. فمياهنا لكون إحنا منفذنا الوحيد على حوض الخليج العربي هو موانئ أم قصر وميناء الفاول إن شاء الله إذا اكتمل ومدخل شط العرب، فهنا القضية أنه نكون إحنا محصورين في عمق المياه، عمق مياه حوض الخليج العربي. ولذلك عملية دخول السفن إلى العراق تحتاج إلى جهود كبيرة وتحتاج إلى عمل مستمر ومبالغ طائلة حتى تكون قناتنا الملاحية آمنة وسالكة للملاحة البحرية. هذا أضف إلى أنه بعد حرب الخليج حقيقة هناك يعني بعد تغيير النظام بالعراق فقدت بحريتنا العسكرية بعض الصلاحيات بسبب الاتفاقيات الأمنية مع الجانب الأمريكي، وهذا ما نناشد به السيد رئيس الوزراء بعد هذه الحادثة أن يفعل قانون أو يفعلون قانون الهيئة البحرية العليا وعملها داخل الموانئ العراقية لتكون مشرفة على جميع الموانئ والمياه الإقليمية العراقية، إضافة إلى تعزيز، أؤكد على تعزيز، وهذه مناشدة أطلقها إلى السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الدفاع، تعزيز قدرات القوة البحرية العسكرية من خلال الزوارق الحديثة ومن خلال أجهزة المراقبة الحديثة. نعم. سيد علي، حتى استغل الوقت عن طريق وزارة الخارجية وبعثات دبلوماسية عسكرية للتفاوض مع الجهات المعنية. نعم. حتى تأخذ قوتنا البحرية العسكرية أبعد مدى
من المدى المسموح بها الآن لتأمين المياه الإقليمية والمياه المتشاطئة مع دول الجوار. سيد علي خبراء دوليون يقولون أن 60 كيلو إطلالة البحر طبعا على أو إطلالة العراق على البحر هي أهم 60 كيلو في الخليج كله، لكن أهمية الفاو كبيرة بالمقابل العراق يهمل هذه 60 كيلو أو منطقته البحرية. يعني هل تتفق مع ذلك؟ حتى أخبار مثلا المد والجزر، حركة الملاحة، نشاطات الموانئ، نشاطات نقابة البحارة، كلها لم يتم تداولها إلا بصورة قليلة، ومنها مثلا UTV. نعم، الحقيقة احنا قلنا يعني حكينا انه بعد سقوط النظام بالعراق وتولي السلطات وحقيقة اربك الوضع فيما يخص مياهنا الاقليمية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية اللي كان العراق يعمل بها مع منظمة الإيمو، المنظمة البحرية العالمية وجميع الدول المتشاطئة معنا في هذا البحر. تنقصنا الكثير طبعا، ما أقول لك إحنا الآن مكتملين، تنقصنا بعد أحداث التغيير حقيقة تعرضت البحرية العراقية إلى خسارة كبيرة من خلال خسارة أساطيلها البحرية العسكرية والمدنية، من خلال تحجيم دور القوة البحرية العراقية. يعني سابقا ما كان أحد يجرؤ من زوارق الدول المتشاطئة معنا أن يدخل مياهنا الإقليمية ويعتدي على بحارتنا أو يعتدي على زوارق الصيد المتواجدة. الآن نلاحظ أنه هذا الأمر بدأ يعني شيء طبيعي بالنسبة لنا، دائما نسمع عن حوادث اعتداء من الجانب الكويتي والجانب الإيراني، وأكثر الأحيان أنه الجانب الكويتي يعتدي على بحارتنا، وتم أكثر من مرة اعتقال عدد من الصيادين. نعم. بحجة سيد علي سلمان، أنا مضطر العراقية. نعم. فهنا أنا مضطر لأن أختم معك لضيق الوقت. شكرا جزيلا لك المتحدث باسم نقابة البحريين العراقيين علي سلمان العقابي. سيد الكريم، مرة أخرى شكرا لك.